وصفه كيكه التفاح، بس النهارده هنعملها بطريقه مختلفه شويه. معانا 6 تفاحات مقطعاهم شرايح كده بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، ومعايا 4 بيضات وكوبايه لبن. عايزين تستعملوا لبن عادي لو ما عندكوش مشكله من الالبان تمام، عايزين لبن جوز هند لو عندنا حساسيه البان تقدروا. معايا كمان 5 معالق زيت جوز هند او زيت زيتون لو مش متوفر زيت جوز الهند، فانيلا. معايا كمان كوبايه دقيق جوز هند، معايا 3 معالق كبيره عسل، وتقدروا تبدلوهم بنفس الكميه ستيفيا، او لو هتستعملوا ستيفيا ممكن تنزلوا لمعلقتين كبار مش اكتر. معلقه ونص صغيره قرفه باودر، ومعايا كمان قرنفل مطحون، رشه جوز الطيب بسيطه جدا، معلقه ونص بيكنج باودر، ورشه الملح مهمه جدا جدا. نيجي بقى للتقديم. الكيكه هنعملها كده وبس؟ لا، هنحط عليها كده ايه زي الفروستنج او الطبقه لذيذه بتتحط على الوش. في الكيكات العاديه بتبقى عاده ايه باتر كريم او حاجات عباره عن زبده وسكر، واحنا بقى هنعملها بايه؟ هنعملها بزبادي يوناني وقرفه وعسل، وعايزه اقول لكم بيطلع طعم خليط لذيذ جدا جدا. بصوا هنعمل ايه، تعالوا كده ايه نبتدي. معانا البيض، ومعانا العسل، رشة الملح ما تنسوهاش، اي حاجة فيها سكر عشان تعادلوا الطعم وتطلعوا احلى حاجة في الطعم. عارفين هو الطعم كده عامل زي درجات، فاقصى ما في الطعم يطلع لازم اي كيكة اي حاجة حلوة هتعملوها صحية مش صحية لازم رشة الملح، بتظبط الطعم وتطلع الطعم احلى. طيب هاخد ايه، تعالوا ناخد نخلص السوائل كلها اهو، وزيت جوز الهند. نبتدي بقى نحط ايه المكونات الجافه. عايزين تخلطوا المكونات الجافه مع بعض تقدروا، عايزين تحطوهم بالترتيب ورا بعض برضو تقدروا. دي رشه ملح تانية، وناخد الفانيلا هنا معانا، وايه نحط البهارات كلها هنا، رشه جوز الطيب بسيطه. طيب تعالوا بقى ننزل بايه خليط البهارات ده، معين ايه تاخدوا جوانب و دقيق الجوز الهند. دقيق جوز الهند من انواع الدقيق اللي بتشرب سوائل كتير، فبنحطها بالتدريج. فهي ايه بوله. هاخد عندنا خيارين، يا هتاخدوا التفاح ده كله تحطوه هنا وتلخبطوهم وتنزلوا في القالب، يا اما حركة تانية بتبقى ظريفة قوي، اخد كده مش هعملها طبقات علشان ايه، مش عايزة افقد فكرة انه الكيكة سهلة، بس ايه يعني اهو شوية من الخليط فوقيها. بعدين هاخد باقي التفاح واعمل كده، بس كانت لذيذة جدا. انا بحب بصراحة اشتغل في قالب سيليكون علشان ما احتاجش ان انا احط ايه الدقيق والزيت، وعشان ابطن القالب علشان ايه الكيكة تطلع بسهولة. القالب السيليكون بيغنيني عن اضافة الحاجات اللي ملهاش لازمة، حطش اي حاجه وبطلعها بمنتهى السهوله. هاخد الكيكه الحلوه دي بقى ادخلها الفرن على درجه حراره 180، وهسيبها حوالي من 20 ل 30 دقيقه، تختلف من فرن للتاني. الخليط اللي على الوش او التوبينج او الفروستنج سموه زي ما تسموه اهو، زبادي. وهنا بقى افضل الزبادي اليوناني الكامل الدسم. بصوا القوام بتاعه عامل ازاي، تحسوا انتوا ساور كريم او كريمه حامضه مش زبادي سايل. ليه؟ لان انا لسه هحط العسل ف هيسيح مني شويه او قوامه هيتغير شويه. انا هنا حطيت القرفه، مش هحط رشه الملح لانه الزبادي اساسا
في ايه طعم ساور شويه، شويه العسل، وتقدروا تبدلوهم بستيفيا مفيش مشكله.